أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صوم طيبين يا رجال، صوم طيبين، صوم طيبين، صوم طيبين، صوم طيبين يا رجال، كل سنة وأنتم طيبين. يا أمي العيد ما يبقاش عيد غير لما نعيدوا عليكي. كل سنة وأنتم طيبة يا ست الكل. كبرت مهما كبرت يا مصطفى ولسه قلبك صافي زي ما أنت. يا أمي دعوتك هي اللي سترانا في الدنيا. روح يا حبيبي، ربنا يحبب فيك خلقه. ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا ست الكل. قول لي بقى، أنت جاي ميتة علشان أعمل لك الأكل اللي أنت بتحبه؟ والله يا أمي في واحد زميلك ده يعني حصلت له ظروف ولازم اخد مكانه. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. يا قائد. يا عمدة، صور مين دي؟ شوف يا اخي الايام عدت بسرعه ازاي. كانت احلى ايام. فاكر لما كانوا بيقولوا لنا نقرا الفاتحه قبل ما ننام عشان السير اللي هتنام عليه ده ممكن يبقى سير شهيد سبقك للجنه. ربنا يرحم شهدائنا جميعا. الله يرحمهم يا سيدي. بقالي فتره بفكر فيهم، بفكر في كل واحد كأنه قصادي وقاعد معايا. افتكر ايام الكلية تدريباتنا ويوم ما اتخرجنا. شريط بيعدي قدام عينيا كأنه حقيقي شايفه. ربنا يرحمه ويقدرنا نجيب حقهم. هنجيب حقهم. مهم يا صديقي، أنا نازل بكرة إجازة، مش محتاج أي حاجة. عايزك كويس، خلي بالك من نفسك يا عماد. تمام يا قائد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقيت بنت الحلال؟ لا لا يا اخويا، رايح زينة. يعني الف مبروك يا قائد، عارف انك نفسك فيها، بس انت مش ناوي تركب معانا قطر الجواز؟ ما انا رايح لعروستي يا واد، في
في ايه؟ الله يرحمك يا حاج جاي. ايه يا عماد؟ ناوي تقضي الاجازة كلها في اوضتك؟ مش هتطلع تقعد معايا شوية برا؟ حاضر يا حبيبتي. ايه رأيك؟ الله، حلو قوي البرواز ده. انا موصي على البرواز ده مخصوص عشان هم مش شايط حجاجي. الله يرحمهم يا حبيبي ويحسن اليهم ويرحم كل الشهداء ويقدرك انت وزمايلك تكملوا اللي بدأوه. والله العظيم نورتونا جو جو يا باشمهندس. اتفضل. دايما عامر يا حاج. بحسك يا حبيبي منورين. اتفضلوا يا حبايبي. اتفضلوا. اتفضلوا. الصورة دي كانت يوم تخرجنا. اليوم ده أنا استلمت منه مساعد الكلية. من يوم استشهاده وأنا فاكر الموقف ده. مواقف تانية كتير أوي. وكأنها شريط بيعدي قدام عيني. أنا سمعت الكلمة دي في آخر مكالمة ما بيننا. كأن الله يرحمه عايش معانا بكلامه وأفعاله. ودينا إحنا اللي بنكررها من بعده. الله يرحمك يا حجاجي. أنا ماليش دعوة، الإجازة دي أنا ملحقتش أشبع منك. حقك عليا. وعد مني من المرة الجاية هفضل قاعد جنبك لحد ما تقولي لي أنت اطلع بره، تمام كده؟ تمام. معاها ومع الأستاذ اللي هتشرف قريب. تجيب ألف مليون سلامة. طمنين عليك كل شوية. وأنا كل ما يبقى في شبكة هكلمك. خلاص؟ خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان خلي بالك من نفسك. خلي بالك منها. فهني. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. على فكرة أنا زعلانة منك. بقالك قد ايه ما بتجيش معايا التمرين ولا حتى بتيجي تاخدني من المدرسه زي زمان. بص انا مش زعلانه بس انت وحشتني قوي. بتعملي ايه؟ كنت بتكلم مع بابا. بابا؟ ايوه بابا. انا متعوده من اول ما مشي وانا اكلمه وبيرد عليا. على فكره طبعا عشان بابا شهيد. اقول لك الحقيقه، انا عارفه انه مبقاش موجود. شفت صورته في التلفزيون وهما بيقولوا ان دلوقتي شهيد عند ربنا. الشهيد عايش بينا. بص حواليك هتشوفي بابا في كل حاجة حلوة عشتوها سوا. هتشوفي في وشوش صحابه وزمايله اللي بيحبوك انت واخواتك وبيخافوا عليك. ده اكبر منك. بروح فيها كل يوم المدرسة. كل يوم بيها المدرسة؟ ده انت لمضة بقى. قولي لي اسمك ايه؟ اسمي حرة. اسمك حلو قوي يا حرة. اسمحي لي اوصلك؟ ماشي. ماشي. لا هات الشنطة عنك. عينك ايدك. يلا بينا. قولي لي انت عندك كام سنة؟ عندي ستة. ستة؟ ده كتير ستة ده. عشان كده بقى انتي قوية وشايلة الشنطة لوحدك صح؟ صح. ساكنة فين؟ ساكنة هناك. هناك؟ طب يلا بينا بسرعة عشان نروح. يلا. فين البيت يا حرة؟ توهتينا ولا ايه؟ هو ده؟ طب يلا. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحميكم يا ولد ويحفظك يا رب. الله يخليك يا أم. حرة. سلامة حرة. بقول لك ايه؟ ايه رايك نسميها حرة؟ اضحك يا عمدة. انت بتعمل ايه؟ بنتصور يا عمدة على بتجهز للمدام. يعني معقول يبقى ليا صور مع كل الدفعة وكل اللي خدمت معاهم وانت لا؟ لا انا ما بحبش اتصور. ليه يعني؟ والله الناس بتتصور صورة للذكرى حلوة. انما انا كل ما ابص في صورة الاقي حد منها ناقص. بصراحة بقيت بخاف اتصور، حد تاني ينقص ولا حاجة. عمار بيد الله يا عمدة. واللي بينقص من الصورة بتتكتب له الشهادة. مش ده كلامك؟ مؤمنا مش عارف ولادي. ايوه يا دكتور.